طارق عزيز عضو حزب البعث العراقي حمل مشعل العداء لحسن داخل الحكومة وقبل ذلك، وجاء الإيقاف بعد فترة طويلة عن الكتابة والنشاط لحسن علوي بتوقيع طارق عزيز هذه المرة. فأجي مر علي أنا مدير صحافة جايب لي ورقة، قال لي سامي فرج فصلتوه، ما عاد هو مراسل الصياد والشبكة. فأنا أرد استلم مكتب الصياد والشبكة طارق عزيز يجي عندي يتوسط، وأنا كمسؤول أنا أطيل أنا لازم أوقع. فطبيت على الوزير كان عبد الله سلوم، قال لي هذا جابه طارق عزيز هنا. قلت له شنو جدن نطي يبو شان عضو قيادة وقومية وكذا كذا، يعني هم حرمة من يصير مراسل للجريدة، شنو الظلم هذا؟ قلت له شنو الظلم هذا؟ جيبه ما لازم. شو؟ كان يقول لا مو على هاي. اقعد كان يكتب قال الرفيق أحمد حسن بكر في المؤتمر القطري الفلاني واحد من اثنين جاسوس، لو أنا لو طارق عزيز. كان يصف طارق عزيز بأنه جاسوس؟ جاسوس البكر. هذا الكلام من يقول لي عبد الله سلوم السامرائي عضو القيادة القومية والقطرية ووزير الثقافة والإعلام. زين شو تروح تقول له طارق اللي ده ينتظرني بغرفتي؟ ترى الورقة اللي كاتب عليها جاسوس؟ ما اعطيت الورقة. شو سويت؟ فاعتبرني اني ما انتصرت له. ورا 6 أشهر صار وزير. اول عمل كنت انا اكتب جريدة الثورة الغى العمود الصحفي مالتي. معتقدا وانا متعارك ويا الوزير. معتقد انه انت ما وقفت معه. إيه ليش؟ لانه ما جابه. من جابه رجع ميشيل عفلق صالحه فسوى وزير ثقافة. ما كان عبد الله سلوه، عبد الله سلوه حطوه بالسجن. شو؟ فأجى هو متوتر عليه، فجاء شال اسمي من العمود الصحفي مالتي، فبقيت على غير ودوية. واستمرت علاقتك سيئة بطارق عزيز؟ إلى 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 أن شفته محبوس بكيت عليه، طلعت بالتلفزيون أبكي عليه لأن بهذلوه. كان مخلص؟ إيه مخلص. ما كان جاسوس؟ لا 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 لا، مو بالحيل. لا لا.